بسم الله الرحمن الرحيم. الأعزاء طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي، أهلا بكم. معكم مستر عبد النبي عبادي. ما زلنا بنواصل عرض مراجعات ليلة الامتحان وحل نماذج منصة حصص مصر وملحق جريدة الجمهورية. زي ما ذكرنا الحصة اللي فاتت إنه أنا تعمدت إن الفيديوهات تكون يعني قصيرة بعض الشيء علشان تركز بأقصى درجة ممكن على جمل التشوز الاختيارات، وتراجع من خلالها الفوكابولري المفردات والجرامر والقواعد. ولو في بعض الأمور أنت يعني مش مدركها بشكل جيد في المنهج، تستطيع أن أنت ترجع لها تاني من خلال الكتاب المدرسي أو الكتاب الخارجي بشكل مفصل. نبدأ مباشرة. أفكركم أن ده النموذج الاسترشاد التاني، وده الفيديو رقم 2 اللي احنا بنحل التمارين. Number one, I have received your email but with no. طبعا المثال ده مكرر نكاد نكون حافظينه، يعني with no attachment. Number one هتبقى letter A attachment، يعني أنا استلمت الإيميل ولكن بدون مرفقات. Number two, the increase in carbon dioxide in the atmosphere caused some damage in the ozone. يعني زيادة ثاني أكسيد الكربون في طبقة الغلاف الجوي دمر الأوزون أو طبقات الأوزون. Letter B, thank you, yes, layer بمعنى طبقة. 3. دكتور أشرف does his best to help his students. They really this for him. يعني الدكتور أشرف بيعمل أقصى ما عنده لمساعدة الطلاب وهم يقدرون ذلك. So they really appreciate. Letter B بمعنى يقدر. Number 4. The little kids cried at the end of the play. الأطفال بكوا في نهاية المسرحية. The performance, العرض, was very, yes, letter D, moving. يعني العرض كان محرك للمشاعر. It was moving. Number 5. This film is a mystery. It made my head. الفيلم يشكل لغز وبالتالي خلى دماغي تلف. يعني it made my head, yes, letter D, spin. Spin letter D مش letter A orbit، لأن orbit ده بيدور أو بيلف دورة كاملة حول جسم آخر، لكن spin كده حالة من الاضطراب أو حالة من الدوران السريع. Number 6. Justice، معروف إن justice معناها العدل وعكسها injustice الظلم. Means to find a or an between rights and obligations، يعني إن احنا نعمل توازن بين الحقوق والواجبات. So to find a balance, letter B. Thank you so much. 7. The government are passing some measures to ease on the working. So to ease pressure, yes, يخفف الضغط. Letter C. Ease pressure, يخفف أو يقلل من حدة الضغط. Number 8. Once you the application, you will receive notifications. يعني أول ما تسطب التطبيق ستستلم notifications. الفيرب notify الإشعارات. So once you install letter A is the correct one. Number 9. The lorry crashed into the big tree. At this time I a picture with my mobile phone. واضح إن في حدث كان بيتم وفي حدث آخر قطعه. أنا كنت بلتقط صورة وفجأة اللوري crashed into the big tree. السيارة اصطدمت بشجرة ضخمة. So at this time I was taken. Letter C is the correct one. At this time, I was taking a picture with my mobile phone. Number 10. I don't know where Midhat is. Maybe he to the public library. أنا ما أعرفش Midhat فين. ربما هو في مكتبة أو في المكتبة العامة. Of course, was going would go. يعني letter C ولتر D واضح إن هما wrong answers. إجابات خاطئة. هل هي has been to the public library or has gone to the public library؟ أكيد لو Midhat has been to the public library راح المكتبة وعاد منها ما كناش هنقول I don't know where Midhat is، كان هيقول ان هو فين، لكن واضح ان Midhat لم يعد بعد، عشان كده احنا مش عارفين هو فين. So maybe he has gone to the public library. So number 10 is letter B. 11. I like all my teachers، أحب كل المعلمين. 2. I owe a lot. I owe a lot يعني أنا مدين بالكثير، مدين للمعلمين، وهنا المعلمين مفعول به. So to whom letter D is the correct one. I like all my teachers. To whom I owe a lot. لو خدت بالك إن to مكتوبة في الجملة، لكن ده مجرد يعني مستيك خطأ طباعي، لكن الحل الصواب هو letter D، to whom. 12.
I don't like autumn and winter. لا أحب الخريف ولا الشتاء. autumn هنا اللي احنا بنسميه طبعا fall بالأمريكان. of them make me uncomfortable. طالما اتنين أو شيئين يعني أنا لا أحب الخريف ولا الشتاء وبالتالي كلاهما يجعلني غير مرتاح. so both of them. let her see is the correct one. 13. The report was submitted very late. تم تسليم التقرير بشكل متأخر. It was supposed, كان مفروض, an hour ago. It was supposed, yes, thank you, to be sent. Letter D is the correct one. It was supposed to be sent. البناء المجهول مع supposed بيكون فيه قبلها verb to be وبعدها to be والتصريف الثالث to be sent. So 14. It was heavy bag that it needed to men to carry it. خد بالك ان الحقيبة كانت ثقيلة يعني very heavy حتى انه كنا نحتاج رجلين ليحملوا هذه الحقيبة. واضح ان heavy bag هنا singular مفرد وبالتالي such a is the correct one. letter B. it was such a heavy bag that it needed to men to carry it. لو كان هنا في heavy bags for example كنا هنختار letter C اللي هي such. خد بالك لو في plural جمع أو لو في uncountable noun اسم لا يعد هتختار such. لكن الاسم عندك singular مفرد هتختار such a heavy bag. 15. It's a strange island in the Pacific. It before. جزيرة غريبة في المحيط ولم تكتشف من قبل. It has never discovered. Has never been discovered. Had been discovered ولا can discovered. واضح كده إن had been discovered وhas never been discovered هما اللي فيهم التساؤل يعني لأن has never discovered وcan't discovered الاثنين مبني للمعلوم والجزيرة لا تكتشف ولكن الجزيرة تكتشف لكن مش هينفع نختار it had been discovered اكتشفت لأنه المعنى أنه بيصفها بأنها غريبة it's a strange island يعني لم تكتشف it has never been discovered. so letter B is the correct one. 16. The boy told his teacher that he the activity book the day before. خد بالك انه ده indirect او reported speech كلام غير مباشر يعني الولد اخبر معلمه ان هو ضيع كتاب النشاط the day before. خد بالك انه the day before في اليوم السابق تعبر عن past simple ماضي بسيط يعني هي كانت في الاساس yesterday والفعل الاساسي كان lost ولما نقلنا الزمن درجة للأقدم أصبح had lost. إحنا غيرنا till إلى told وغيرنا lost إلى had lost وغيرنا yesterday إلى the day before. So the correct answer is letter B, had lost. Coming to the passage, سؤال الفقرة. Read the following passage and then answer the questions. واحدة من الفقرات المشهورة والمكررة بشكل أو بآخر في امتحانات التعليم العام أو الأزهري الـ overpopulation أو الزيادة السكانية. Overpopulation refers to an undesirable condition in which the number of existing human beings exceeds the actual carrying capacity of the earth. يعني الزيادة السكانية تعود على undesirable. خد بالك أن أنا في ملف الـ PDF المصاحب للحلقة يعني أضفنا ترجمة لكل الكلمات الصعبة implied متضمنة في القطعة عليك أنك تنزل ملف الـ PDF بمنتهى البساطة وتبص على ترجمة الكلمات الصعبة. Overpopulation refers to an desirable condition يعني ظرف غير مرغوب فيه. تعرف أن desire معناها رغبة أو والإرادة. Undesirable condition يعني ظرف غير مرغوب فيه in which the number of existing human being exceeds يزداد فيها وجود البشر the actual carrying capacity of the earth عن طاقة capacity طاقة الأرض أو عن الطاقة الاستيعابية لكوكب الأرض. It has many causes which range from decline in the death rate. هناك أسباب كثيرة للزيادة السكانية منها انخفاض معدل الوفيات to early marriage أو الزواج المبكر and more وهناك أسباب أبعد من ذلك. The ill effects of overpopulation are quite severe. الآثار السلبية الجانبية للزيادة السكانية قاسية. Our planet can produce only a limited amount of water and food.
الكوكب بينتج كمية محدودة من المياه والطعام. The overpopulation causes environmental damage including deforestation. وبالتالي بيحصل تدمير للكوكب من خلال الزيادة السكانية. عندك كلمة limited amount of water، كمية محدودة من المياه. And عندي كلمة برضو damage including deforestation. كلمة deforestation لو تأملت الكلمة هتلاقي ان كلمة forest المقطع forest، deforestation forest بمعنى غابة، فبالتخمين كده بالجيسنج deforestation معناها التصحر او ازالة الغابات، pollution والتلوث etc الى اخره. دي كلها نواتج او results نتائج للزيادة السكانية. moreover علاوة على ذلك it rises due to overpopulation. There are more people than job opportunities. Job opportunities يعني وظائف العمل، وبنسميها job vacancies يعني الأماكن الشاغرة اللي ممكن يعمل بها الناس. So هناك ناس أقل أو أكثر من هناك ناس أكثر من حاجة العمل، يعني السكان أعلى من فرص العمل اللي موجودة. As a result وكنتيجة لده unemployment gives rise to crimes like theft and more. البطالة unemployment gives rise سببت ارتفاع crimes جرائم like مثل theft and more السرقة وغيرها. We also have pandemics and epidemics يعني انتشرت أو لدينا الآن pandemics and epidemics الأوبئة والجوائح جمع جائحة يعني which happened due to overpopulation التي تقع بسبب الزيادة السكانية. Another ill effect is malnutrition. الزيادة السكانية من أثرها الجانبية السلبية أيضا malnutrition اللي هو سوء التغذية and starvation والمجاعة. When there are scarce resources عندما توجد scarce resources يعني مصادر نادرة ندرة في المصادر أو الموارد الطبيعية these diseases will likely be on the rise. ستزداد بالضرورة هذه الأمراض والأوبئة. Most importantly والأكثر أهمية we have a shortage of water في نقص في المياه. Short معناها قصير أو معناها قليل. Shortage يعني نقص of water من المياه which makes it tougher for people. You know أنت عارف أن كلمة tough معناها قاسي أو صعب. Tougher هنا دي صيغة يعني مقارنة، وبالتالي هنا أصعب يكون أصعب على الناس to get access to clean water أن يصلوا إلى المياه النظيفة. There are many solutions which we may take up to prevent overpopulation. هناك حلول كثيرة ممكن نتغلب أو نمنع بها الزيادة السكانية. The best measure is family planning. أفضل وسيلة هي family planning to ensure proper spacing between the births of the children and limiting the number of children as per income. إن احنا نسيب مسافة ما بين المواليد ونحدد عدد المواليد بحيث يتواءم مع income الدخل. The government must make the horrors of overpopulation reach the public through the use of media. The government must make the horrors. Horrors يعني معناها الرعب أو المخاوف. على الحكومة أن توصل هذه المخاوف of overpopulation reach the public إلى العامة through the use of media من خلال الإعلام. Moreover بالإضافة إلى better education التعليم عندما يكون أفضل can help implement social change which can curb overpopulation. يعني التعليم الأفضل هيساعد في أن احنا نعمل تغيير اجتماعي curb overpopulation يعني يحد من أو يطوق أو control يتحكم في الزيادة السكانية. Many governments of countries waive a certain part of income tax for married couples with one or two children. كثير من حكومات العالم waive a certain part يعني تتنازل عن قسم محدد of income tax ضريبة الدخل من أجل المتزوجين اللي هم لديهم طفل أو طفلين فقط كنوع من التشجيع. ضريبة تكون أقل فنشجع الناس أنهم ينجبوا أطفال أقل. All in all إجمال القول يعني overpopulation is no less than a curse that poses a permanent threat. يعني الزيادة السكانية عبارة عن curse لعنة poses تفرض علينا permanent threat تهديد حالي to the development of any country لأي دولة ترغب في التنمية. It's essential to stop the flood of population. لابد من إيقاف فيضان السكان to do that ونفعل ذلك
One must indulge in proper family planning and creating balance in society for a better world. لابد أن ننغمس جميعا في تكوين أسر مخطط لها جيدا لنخلق توازن في المجتمع من أجل الوصول إلى عالم أو عيشة أفضل. واضح أن الفقرة ملأة يعني بالكلمات اللي ممكن تكون جديدة بالنسبة لك، لكن الفقرة أو الباراجراف هنا أو الباسج مقسم لـ 3 paragraphs، 3 فقرات فرعية. واضح أن فيهم فقرة بتعرض يعني إيه overpopulation، وفيهم فقرة تانية بتعرض الـ side effects أو الـ effects، الآثار الجانبية، وفي فقرة بنسميها الـ conclusion، الفقرة الختامية. وكل الكلمات الصعبة اللي وردت في النص ده يمكن تخمينها بسهولة من الكلمات اللي هي قبلها وبعدها والجمل اللي في الفقرة الأولى والفقرة الثانية. على الأقل ممكن تطلع بمين ايديا، بفكرة رئيسية من كل باراجراف على حدة من الثري باراجرافز، من الثلاث فقرات اللي هم قدامك. فبالتالي مش لازم تكون عارف كل الكلمات عشان تحل سؤال الباسج في الامتحان، لكن لازم بقدر الإمكان تحاول تخمن معظم الكلمات وتحاول تبني كده وجهة نظر عامة أو فكرة عامة للباراجراف. Choose the correct answer from A, B, C or D. The main idea of the second paragraph is، يعني الفقرة أو الفكرة الرئيسية في الفقرة الثانية، second paragraph، الفقرة الثانية من الباسج، هل هي reasons for overpopulation، أسباب الزيادة السكانية، ولا B the advantages of overpopulation، مميزات الزيادة السكانية، ولا letter C the reasons and results، يعني أسباب ونتائج الزيادة السكانية، ولا letter D pros and cons of overpopulation، يعني مميزات وعيوب، pros and cons يعني advantages and disadvantages. الفقرة الثانية يعني لم تعرض النتائج ولكن عرضت ال reasons، الأسباب. So letter A is the correct one، the reasons for overpopulation. 18. The underlined pronoun it refers to. عندك ملف البي دي اف يعني ياريت تبص عليه تاني لو عملت له داونلود. يعني the underlined pronoun it refers to، yes letter C overpopulation، كلمة it اللي وردت في النص في الفقرة الأولى تحديدا تعود على كلمة overpopulation، الزيادة السكانية. 19. One of the synonyms of the underlined word curb is، أحد مترادفات كلمة curb أثناء قراءة النص احنا قلنا curb بمعنى يطوق أو يحد من، yes letter D control، to curb overpopulation يعني control overpopulation. 20. According to the passage job vacancies، يعني طبقا لهذا النص job vacancies الوظائف الشاغرة، فرص العمل يعني، are the same rate of overpopulation، بنفس معدل الزيادة السكانية، ولا increase because of overpopulation، الفرص دي increase بتزداد، ولا have no relation، ملهاش علاقة أصلا بزيادة السكانية، ولا decreases because of overpopulation. Yes letter D is the correct one، فرص العمل decreases، تقل بسبب الزيادة السكانية. 21. The author believes that family's role in solving the problem of overpopulation is، المؤلف أو كاتب النص ده يعتقد أن حل دور الأسرة في حل مشكلة الزيادة السكانية، هل هو limiting the number of children and planning the spacing between birth، ولا having a lot births، ولا building new houses، ولا moving to the outskirts، ولا ينتقلوا إلى الضواحي. طبعا هنا حل المشكلة بالنسبة للمؤلف دور الأسر يعني limiting the number of children and planning the spacing between births، تحديد عدد الأطفال وترك مسافة أو فترة زمنية بين الطفل والثاني. So letter A is the correct one. 22. Another reason for overpopulation is، هناك سبب آخر للزيادة السكانية، هل هو imposing high taxes on people، فرض ضرائب على الناس يعني خلى عدد السكان يرتفع، ولا letter B lack of female education، نقص تعليم المرأة، ولا lack of natural resources، نقص الموارد، ولا the long spacing between births، المسافة الطويلة بين المواليد. طبعا هنا لو انت عايز تعمل analysis، تحليل لهذا الكلام، هتجد ان letter B lack of female education، نقص تعليم المرأة، هو احد اسباب الزيادة السكانية. والنص او الباسج
لم يذكر هذا الكلام بشكل مباشر، لكن في الفقرة الأولى تحديداً كان بيتكلم عن الـ better education، التعليم أفضل، التعليم أفضل يخفض من فكر الناس السيء عن إنجاب مزيد من الأطفال، وبالتالي كل ما كان التعليم أحسن كل ما كانت الزيادة السكانية أقل، وبالتالي هنا أحد أسباب الزيادة السكانية هو نقص تعليم الإناث أو تعليم المرأة تحديداً. so letter B is the correct one. lack يعني نقص of female education تعليم المرأة. 23. another solution of this problem is هناك حل آخر لهذه المشكلة. طبعاً it means يعني هنا overpopulation الزيادة السكانية. الحل الآخر ده هل هو decreasing the marriage age نخفض سن الزواج، ولا letter B conserving the natural resources conserve يعني نحافظ على الموارد الطبيعية، ولا letter C restricting the child marriage restrict نحد من أو نضع قيود نقيد زواج الأطفال أو صغير السن، ولا providing job opportunities نوفر فرص عمل. طبعا عليك أنك لا تتسرع هنا، إن واحدة من الحلول مش أنك توفر فرص عمل. لو أنت وفرت فرص عمل بالملايين والسكان بتزداد، الزيادة هتلتهم كل هذه الفرص، ولو أنت حافظت على الموارد الطبيعية الزيادة هتلتهم هذه الموارد، ولو أنت طبعا خفضت سن الزواج فأنت كده بتساهم في الزيادة السكانية. وبالتالي الإجابة الصحيحة letter C restricting the child marriage، لازم تضع قيود على زواج صغير السن أو الأطفال. 24. Choose the correct translation from A, B, C, or D. لا يستطيع الإنسان بأي حال من الأحوال أن يستغني عن الماء والهواء، ولولاهما لهلكت جميع الكائنات الحية. الإنسان يعني في الإنجليش لانجوج بنسميه man، والكلمة هنا uncountable. بأي حال من الأحوال مش معقول هنترجمها by any adverbs زي ما letter A بتقول، دي هنا ترجمة حرفية طبعا. فتاخد بالك زي ما ذكرت في الحلقة الماضية من النفي والإثبات ومن الصفات ومن التنس الزمن طبعا besides the meaning بجانب المعنى. وبالتالي لو طبقنا القواعد دي تاخد بالك من الصفات من النفي والإثبات من معنى الكلام ومن الزمن، هنلاقي إن أقرب أو أدق الجمل المعبر عن لا يستطيع الإنسان بأي حال من الأحوال أن يستغني عن الماء والهواء ولولاهما لهلكت جميع الكائنات الحية، لقيها letter C اللي هي man can't by any means live without water and air. Without them all living things would perish. هنا perish بمعنى يهلك، would perish بمعنى يهلك. لكن letter A man can't by any adverbs هنا خطأ طبعا. Man can't by any means live without water and air. With them all living things would die. هنا خطأ طبعا، المغالطة في with them يعني بالمية الناس بتموت وده خطأ. letter D من can't by طبعا من plural جمع، وكلمة man بمعنى إنسان هنا uncountable لا تعد. فتاني هنا letter C is the correct one. Man can't by any means live without water and air. Without them all living things would perish بمعنى تهلك. Doctors have proved that those who don't smoke at all live a longer and healthier life. الأطباء أثبتوا أن الذين لا يدخنون at all إطلاقا live a longer يعيشوا حياة أطول and healthier وأكثر صحة. طبعا هنا لو أنت قرأت الأربع جمل هتجد أنه letter B أو الجملة الثانية لقد أثبت الأطباء أن من لا يدخرون مطلقا at all يعيشون حياة أطول longer وأكثر صحة healthier، وبالتالي letter B is the correct one. 26. How to conclude an essay، كيف تختم المقال؟ يعني أنت بتكتب essay مقال أو passage نص، and you come to the conclusion أو to the end of the paragraph، أنت في نهاية الفقرة. How to conclude بتختمها إزاي؟ Okay, yes, thank you. Letter C. Summarize all arguments by paraphrasing how you prove the thesis. إنك بتلخص كل الجدال اللي تم في الباراجراف وبتشرح بشكل موجز كده إزاي وصلت لهذه القناعة أو لهذه النتيجة.
مش هينفع لتر ايه summaries، لان summaries دي اصلا ناون جمع كلمه summary ملخص، تلخيصات. يو بودي باراجراف انت مش بتلخص جسد الموضوع، ولا introduce a whole new argument، ولا بتفتح مجال اخر للجدال، ولا لتر دي اد نيو كونتنت بتحط محتوى جديد في الختام. الختام ده ان انت كده summarize بتلخص all the arguments by paraphrasing how you prove the thesis. Letter C is the correct one. 27. A topic sentence, الجملة الأساسية في النص، هل هي sum up the central point of your paper or essay، بتلخص الفكرة المركزية في النص ده، gives the reader details to understand the main idea or evidence، ولا topic sentence بتدي تفاصيل وبتدي القارئ تفاصيل تمكنه من فهم القطعة والفكرة الرئيسية أو تدلل عليها يعني، ولا الجملة الافتتاحية دي indicates that you are bringing closure to a paragraph، تؤشر إلى أنك أنت تبدأ paragraph أو تبدأ نص، ولا letter D tells readers what the rest of the paragraph is about، ولا أنت باختصار كده بتقول للقارئ باقي الparagraph هيكون عن إيه، هتتكلم عن إيه. Of course yes, letter D tells readers what the rest of the paragraph is about. أنت باختصار بتوضح للمتابع أو للقارئ باقي الباراجراف هيتحدث عن إيه من خلال التوبيك سنتنس، الجملة الافتتاحية أو الجملة الأساسية أو الهيدلاين يعني. Which of the following sentences have the correct punctuation؟ عندك ملف البي دي اف ممكن تبص عليه بشكل دقيق، يعني إنه أي الفقرات أو أي الجمل الآتية فيها punctuation، فيها ترقيم سليم. طبعا واضح هنا هو بيقيس فهمك لسؤال أو لموضوع reported speech، الكلام الغير مباشر، وكل الجمل اللي قدامك دول direct جمل مباشرة عشان فيها inverted commas أو speech marks علامات التنصيص، لكن في مشاكل في punctuation. لو دققنا النظر يعني هنجد طبعا أنه letter D is the correct one، لأنه the minister الوزير said قال elections will be held in schools and clubs، هي الجملة الأقرب للصواب طبعا، لأن letter C مش هتنفع عشان في الدوت أو الفول ستوب النقطة بعد القوس، وletter B طبعا خطأ لأن مفيش أقواس أصلا، وletter A خطأ لأن مفيش الكومة اللي بتفصل بين said وبين elections will be held in schools and clubs. 29. The following sentence in the end, the value of a non-smoking nation is not in pounds. The good health of the people is the true value for all of us. Is always used as. يعني مثال كهذا جملة زي دي بنستخدمها هل a concluding sentence في الختام، ولا topic sentence في الافتتاح، ولا example sentence في التدليل كمثال يعني، ولا detail sentence في التفاصيل وفي شرح الموضوع. نقرأ الجملة مرة تانية. In the end، في النهاية، أول ما تلاقي in the end أو finally أو to sum up أو in a word، يعني كل الكلام ده معناه أن أنت you came to a conclusion، أنت في نهاية النص كده. In the end، the value of an unsmoking nation is not pound, that good health of the people is the true value for us all. يعني قيمة عدم التدخين في الأمم ليست بتوفير المال ولكن بالحصول على حياة صحية، هذه القيمة الأفضل يعني، أو هي القيمة الأبقى لنا جميعا. So letter A is the correct one. A concluding sentence، دي جملة ختامية علشان بتبدأ بكلمة أو بتبدأ باستخدام in the end، في النهاية. لحد هنا بنكون وصلنا في خلال النص ساعة دي لنهاية الحلقة الثانية من حلقات مراجعة ليلة الامتحان. معكم مستر عبد النبي عبادي من قناة Your English. إن شاء الله مكملين في الـ next episode، الحلقة القادمة إن شاء الله هنكمل عرض النماذج الاسترشادية وحلول وأجوبة أسئلة منصة حصص مصر وأسئلة ملحق جريدة الجمهورية. وبكرر تاني لو عندك أي سؤال أو استفسار سيبه في كومنت، وإن شاء الله هنعرض فيديو مخصوص نرد فيه على الاستفسار، أو نرفع بعض ملفات البي دي اف توضح إجابات مختصرة وواضحة لأسئلة بعض الطلاب. Thank you everyone and goodbye.